السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة متابعي قناة الخلاصة كورة. موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب الكاميرون اليوم بإذن الله تعالى الخميس 3/2/2022، 3 فبراير 2022، مباراة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022. المباراة ميعادها اليوم بإذن الله تعالى الساعة 9 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. المباراة معدة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. المباراة معدة الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة كل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي ماكس 1 وبين سبورتس اتش دي ماكس 2، ماكس الأولى والثانية، ومعلق المباراة علي محمد علي. كذلك القناة الجزائرية الأولى الأرضية هتذيع المباراة ومعلق المباراة وليد فرحاني. ملعب المباراة ملعب باول بيا ستاديوم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. بالنسبة للقنوات الأجنبية الناقلة للمباراة عندنا سكاي سبورتس فوتبول يوكي، رينج دوت بي جي، سبورت كلاب 2 اتش دي الكرواتية، سوبر سبورت ماكسيم 1، سبورت كلاب 2 السربية، سبورت كلاب 3 السلوفينية، اي اس بي ان 1 النيوزيلندا الهولندية، سبورت ديجيتال، في سبورت بريميوم اتش دي، بين سبورتس اتش دي 2 ماكس، في سبورت 2 اتش دي نورج النرويجية، سكاي سبورتس بريمير ليج يوكي، بين سبورتس كونكت وقناه 11 اتش دي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين بالتوفيق لمنتخب مصر باذن واحد احد هنفوز ونصل للنهائي لمقابله السنغال. نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.